السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. فان شاء الله غادي نكملوا التحضيرات ديال شهر رمضان. بالنسبه لي انا من الاشياء اللي كنحضر في رمضان هي العجينه ديال البيتزا. فكنحضرها كنحضر واحد الكميه كتكون مهمه، كنحتفظ بها في المجمد الوقت اللي كنبغيها، كنجبدها كندير لها الحشوه ديالها وكندخلها الفرن، كتجي كانني يلا مصيبه. فيلا معايا نشوفوا كيف دات هاد العجينه ديال البيتزا. فصدقوني كتجي رائعه بالنسبه لي انا، لانني غنحضر واحد الكميه مهمه. فخديت 800 غرام ديال الدقيق فورس، وضفت لي 200 غرام ديال الدقيق الفينو. يمكن لكم تعودوا الدقيق الفينو بالدقيق الكامل، كذلك كتجي زوينه. غنضيف هنا السكر سنيده، فغنضيف معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال خميره الخبز. ضفت هنا كذلك بيكن باودر او الخميره الكيميائيه، ضفت رشه ديال الزعتر. بالنسبه للزعتر فانا كنخليه شويه باين، يمكن لكم نتوما تاخذوه وتطحنوه. وضفت هنا رشه ديال الابزار، وضفت حساب 4 معالق ديال الكمون. الكمون مطحون في العجينه ديال البيتزا كيجي زوين. كذلك ضفت الملحه، بالنسبه للملحه فكتبقى حسب الذوق. وضفت بيضه كامله، وضفت كاس ما بين خليط ديال زيت المائده وزيت الزيتون. يمكن لكم تضيفوا غير زيت الزيتون بوحدو اولا تضيفوا غير زيت المائده بوحدو، فبالنسبه لي انا ضفت الخليط بيناتهم. وضفت جوج معالق كبار ديال الحليب بودره. هنا بدات الاناء، لان الاناء ما غايجينيش قدو باش نعجن، فبدات الاناء. يمكن لكم تخدموا كذلك بالعجانه كيكون احسن. وهنا غنبدا نعجن بالماء. بالنسبه للماء فراه كان دافي، فدرته دافي لان الجو بارد، فهادشي علاش درت الماء دافي. انا هنا كنعجن في البيتزا ديالي. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا العجانه وتعجن لكم، فبالنسبه لي انا كنبغي بزاف نخدم بيديا. وهنا بطبيعه الحال درت العجينه ديالي فوق سطح العمل، وبديت كنجمع في العجينه ديالي وكنتلك فيها. فكنحاول نجمع داك الدقيق اللي بقى ليا في البانيو كندخله في العجينه، وكذلك مره كنرش في الماء لان العجينه خاصها تكون شويه مرخوفه، وكندلك. من بعد ما كندلك العجينه مزيان فكنضيف جوج معالق كبار ديال الزبده. كما كتعرفوا نتوما في المعجنات فانا كنضيف الزبده هي اخر حاجه. فهنا ضفت جوج معالق كبار ديال الزبده اللي كتكون لينه بالنسبه لي انا، فكنضيف الزبده ديال العلبه وكندخلها مزيان في العجينه ديالنا. من بعد فدرتها في واحد البول او لابانيو، غطيتها وخليتها حتى خمرت ليا. هانتوما كما كتشوفوها في الفيديو حتى خمرت ليا. هنا عندي الخليط ديال السميده، السميده ديال الكسكسو وخليط ديال السميده الفينو. فهنا غنبدا نقطع العجينه ديالي ديال البيتزا. هانتوما غنبدا نقطعها وغنديرها كرات. كما قلت لكم بالنسبه للخليط ديال السميده وديال الفينو فيمكن لكم تعتمدوا غير بالفينو، الا عندكم فينو غير اعتمدوا غير على الفينو الا ما بغيتوش العجينه ديال البيتزا تجيكم حرشه. فبالنسبه ملي كنديروا خليط ديال السميده والفينو ملي كناكلوا البيتزا كتجينا شويه حرشه بحال ديال الزنقه، فلا ما بغيتوهاش يمكن لكم تعتمدوا غير على الفينو، وكذلك يمكن لكم تكرسوا غير بالفورس اللي يعجبكم. كناخذ الوحده من الكره اللي كرست المره الاولى وكنبدا نكرس فيها بيتيه. من بعد كنبدا نعتمد على المدلك ديالي. يمكن لكم كذلك تقطعوهم نتوما كرات صغار تكرسوا كره بالكره. فبالنسبه لي انا كنقطع كرات كيكونوا شويه الكبار كنسرحهم، فكنتقبهم بالفرشه ولا بهاد الاله، وكناخذ سيركل على حساب الحجم اللي انا بغيت. شتو على حساب الحجم اللي انا بغيت وكنبدا نقطع. كما قلت لكم الا بغيتو يعني تقطعوا كرات صغيرين وتبداو تكرسوهم وكذلك تبداو تقبوهم بالفرشيطه يمكن لكم ديروا بحال هكا.
فبالنسبه لي انا واخا كنقطع بالسيركل كنعاود بالموس شو باش ما تبقاش لاصقه ليا، وكنهزها وكنحطها فوق الطاوه ديالي اللي كذلك اللي رشيتها بالدقيق فينو. فانتوما في الطاوه، في كل طاوه كتهز ليا ثلاثه، فكندخل طاوه الفرن. بالنسبه للفرن فانا كنكون مسخناه من قبل، غير كندخل البيتزا ديالي غير كتشمع ليا وكنخرجها، يعني غير تشمع علينا البيتزا فكنخرجوها وتقبط راسها صافي، كنخرجها ما نخلوهاش حتى تحمر. وحتى الا خليناها حتى تحمرت لينا شويه راه ماشي مشكله، راه واحد الشكل ديال البيتزا غنوريها لكم محمره ليا شويه، وكذلك غنعمرها فراه غتبقى ليا في نفس الطراوه ديالها، يعني ماشي غتقصح ولا شي حاجه. وكذلك يمكن لكم تاخذوا بيتزا، يعني الا ما عندكمش فرن ما بغيتوش تخدموا في الفرن يمكن لكم كذلك طيبوها فوق المقله. فبالنسبه ليا انا هنا فانا خديت كره صغيره وبديت كنكرص فيها بيديا، وكذلك كنكرصها بالمدلك. فهمتوما كما هو موضح في الفيديو، فكنكرصها بيديا وكذلك كنكرصها في المدلك، وكنثقبها بهذه الاله كما قلت لكم، وكنحطها فوق المقله اللي تكون هي سخونه. فبالنسبه كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا في الفرن فيمكن لهم يديروا كذلك في المقله، غير كتشمع لينا حتى هي وكنقلبوها الجهه الاخرى. ملي كتشمع ليا البيتزا ديالي كنحيدها وكنخليها حتى تبرد. بالنسبه الا بغينا نطيبوها في المقله فما نجهدوش النار، فنخلو النار ناقصه، يعني ما نجهدوش النار باش ما تحرقش لينا البيتزا ديالنا. فانا هنا وريتكم جوج طرق، يمكن لينا نديروها في الفرن كما يمكن لينا نديروها كذلك في المقله. كذلك يمكن لينا ناخذ كره كبيره ونسرحوها ونقطعوها على حسب الحجم اللي عندنا، السيركل اللي عندنا وجينا يعني الاحجام ديالهم متساويه، كما يمكن لينا نقطعهم كرات صغار ونكرصوهم اللي عجبنا، ونكرصوهم ونتقبوهم وكذلك نديروهم في الطاوله ندخلوهم الفرن. فلكم حريه اللي كتجيكم سهله يمكن لكم ديروها. بالنسبه ليا انا فانا هنا بغيت نبينها لكم اللي كتكون محمره عندنا شويه، فانا خديت وحده محمره عندي كانت بقات ليا محمره فدهنتها بالموطارد. صدقوني البيتزا اللي دهنتوها بالموطارد راه كتجي روعه، فكنتمنى انكم تجربوا هذه الحشوه اللي انا درت لكم في البيتزا. فكناخذ الموطارد ديالي وكنديروه في العجينه ديالي ديال البيتزا وكندهن بيه البيتزا مزيان. من بعد ما كندهن البيتزا ديالي مزيان بالموطارد كنضيف صلصه ديال الطماطم. بالنسبه ليا انا ما كانتش عندي صلصه ديال الطماطم اللي كنحطها في المنزل، فخديت صلصه ديال الطماطم جاهزه هي اللي درت. هنا كانت عندي واحد العلبه ديال الشامبينيون حتى هي ضفتها للبيتزا. ضفت هنا شويه ديال البصله، بالنسبه للبصله فكتبقى اختياريه على حسب الا كانوا يبغوا الوليدات ديالنا اولا ما يبغوهاش. ضفت هنا الفلافل الملونه، انا كانت عندي مجمده يعني في المجمد فضفتها، كانت عندي صفراء وحمراء فتا هي ضفتها. بالنسبه للفلافل يمكن لكم تقطعوها طويله كما يمكن لكم تقطعوها يعني مربعات اللي كيعجبكم. وكذلك ضفت الفلفله الخضراء. ومن بعد ما ضفت الفلافل البيتزا ديالي فانا خديت طوماط سوريس وبديت كنقطعها على اربعه وكنستفها البيتزا ديالي، كنضيفها البيتزا ديالي. بالنسبه للبيتزا في اي حشوه بغيتوا تضيفوها في البيتزا او لاي نوع ديال الخضار يمكن لكم تضيفوها، فلكم حريه، كتبقى غير افكار بغيت نشاركها معكم. وهنا ضفت الطون، بالنسبه لكم يمكن لكم تضيفوا الطون كما يمكن لكم تضيفوا كفته، يمكن لكم تضيفوا قطع ديال الدجاج اللي عندكم يمكن لكم تضيفوه. بالنسبه لي انا فضفت غير الطون هو اللي كان عندي هو اللي ضفت. والصراحه كتعجبني البيتزا ديال الطون حسن على البيتزات الاخرين، فكتبقى البيتزا ديال الطون هي المفضله عندي. ومن بعد ضفت الزيتون، بالنسبه لكم نتوما يمكن لكم تضيفوا الزيتون الاسود كما يمكن لكم تضيفوا اي نوع ديال الزيتون، يمكن لكم ما تضيفوهش كاع فكتبقى حريه. بالنسبه لي انا فكان عندي الزيتون مقطع هو اللي ضفت، وكنضيف ليها واحد الرشه ديال الزعتر، فكندير الزعتر كنضيفو ليها من الفوق. وكناخذ الفرماج ديالي كنحكو على البيتزا ديالي،
بالنسبه للفرماج يمكن لكم تضيفوه ملي تبغوا تدخلوه الفرن، كما يمكن لكم تضيفوه حتى تخرجوا البيتزا من الفرن تكون باقا سخونه وتضيفوه ليها. بالنسبه ليا انا فكنضيفو بحال هكا من الاول. من بعد ما كطيب ليا البيتزا فهانتوما هنا فرطابت ليا، فخديت زيت زيتون كبيتو على البيتزا من الفوق سقيتو بها، كذلك كيعطي مذاق زوين البيتزا وكيعطيها واحد الهشاشه وكتجي زوينه. كنتمنى كذلك تجربوا هاد لاستيس كتجي واعره. كذلك حتى كانت عندكم عزيز عليكم زيت الحاره فيمكن لكم تضيفوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، اولا طريقه التحضير ديال عجينه البيتزا. بالنسبه لي انا فديما كنقطع البيتزا بالقطاعه ديال الربيع فكتجيني سهله وكتعجبني، وسمعت التقرميشه كتبقى كاننا يلاه مصايبين العجينه ديال البيتزا. سمعت التقرميشه ديال العجينه ديال البيتزا كتبقى تقرمش عندنا وكذلك كتجينا رطبه. فانا تعمدت انني نصايب البيتزا قدامكم، يعني ندير لها الحشوه ديالها قدامكم باش تشوفوا بانها راه كتبقى هشيشه وكذلك كتبقى كاننا يلاه مصايبينها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا من بعد ما قطعتها، فشوفوا الشكل ديالها كي كيجي، كيجي كاننا كارينها من الزنقه. وبالنسبه للعجينه فكتجي كاننا يلاه محضرينها. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للناس اللي عجبتهم الوصفه فمنساش يدعمونا بلايك، وكذلك الناس اللي كيشوفوا القناه ديالنا لاول مره فكنقول لهم مرحبا بكم، دخلوا القناه ديالنا وشوفوا المحتوى ديالها. وكذلك الى عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله وللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.